أنا طالبة يوز عم حضر هلا للبكالوريا. حاليا هلا نحن كطلاب عم نحضر للبكالوريا، يعني ما عاد عندنا خوف من العلامات، صار عندنا خوف أكثر من المبلغ حتى إنه نقدر ندرس في الجامعة. يعني مبالغ كتير يعني قيمة وكتير كبيرة. ممكن أنا أقدر يعني أتخلى عن حلمي عشان المبلغ، لأنه ممكن أهلي ما يكونوا قادرين على إنه يساعدوني وهيك. فيعني بطلب من أي حدا فيه يساعدنا، يساعد أي طالب سوري أو أي طالب لاجئ هون، لحتى نقدر يعني نقدر نكفي حلمنا والهدف اللي نحن بانينه. وإن شاء الله إنه بطالب من وزير التربية ومن أي حدا بيقدر يساعدنا. عم حضر لهلأ للبكالوريا للجامعة. أختي كانت تدرس هون، بدها تدخل تمريض، ولكن المبلغ كتير، يعني 30-40 ألف، فإحنا ما عندنا هذا المبلغ، وأنا كمان بدي أدخله ولكن ما بنعرف. فأنا بتمنى إنه بقدم رسالتي للمسؤولين الأتراك السوريين يساعدونا في هذا الشيء، وبتمنى منكم إنه بتساعدونا كتير كتير في هذا الشيء. أنا طالبة لاجئة سورية هون في تركيا أنقرة. خلصت مدرسة، تخرجت من البكالوريا بعلامة عالية، وكان نفسي أسجل بالطب، بس ولكن من غلاء الأقساط أنا ما نقدر أن أسجل. واليوم عم بفكر أدرس بأي جامعة تعليم عن بعد، بس من شان غلاء الأقساط. بصراحة عم نواجه مشكلة كتير كبيرة بالأقساط السنوية للجامعات. يعني مثلا مثل الجامعات أعلنوا عن رسوم السنوي 126 ألف كقسط سنوي، فإحنا هون كلاجئين ما بنحسن ندفع هالأشياء. وكان مثلا كأب عنده أولاد يدرسهم بالجامعات التركية فشيء مستحيل. فنحن باليوس يعني ما بقى نواجه مشكلة بالعلامات قد ما عم نواجه مشكلة بأقساط السنوية للجامعات. فيعني إذا أب بده يدرس ابنه بجامعة تركية فيعني صاير شبه إنه مستحيل. كان القسط كان عم بيقولوا إنه واحد ما يدرس، أو كأنه عم بيقولوا ما بدنا طلاب سوريين بالجامعات بشكل عام يعني. فبنتمنى من الحكومة التركية أو المؤسسات إنه يلغوا الأقساط بالجامعات السوريين. أنا محمد الحمود، مدير التعليم في جمعية إمداد في أنقرة. في جمعيتنا نقدم خدمات تعليمية، وهي عبارة عن دورات اليوز التي تؤهل الطلاب لدخول الجامعات التركية. في الآونة الأخيرة لاحظنا تراجع كبير في أعداد الطلاب المتقدمين لهذه الدورات، وذلك بسبب خوف الطلاب من عدم استطاعتهم دفع الرسوم الكبيرة على الطلاب الأجانب في هذه الجامعات. نطالب الحكومة التركية والجهات المعنية بالنظر في إعادة تحديد الرسوم بما يتناسب مع مقدرة الطلاب المادية. حاليا مع الأسف يتم تسجيل الطلاب في الجامعات ليس على حسب مستواهم العلمي بل على حسب مقدرتهم على تسديد هذه الرسوم.